아유. مساء الخير من بانوراما، نحييكم ونقدم إليكم بانوراما. عودة الحاج ميشيل عون من سوريا، الزوار يتدافعون إلى الرابي لتهنئة الجنرال بزيارته التاريخية. عشقة السير إلى أين؟ كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من بانوراما. مساء الخير. عاد الجنرال إلى أصله وفصله وزار العاصمة السورية دمشق، زيارة مليئة بالاستقبالات الشعبية والرسمية والجولات والصولات في ربوع سوريا الخضراء. البالونات البرتقالية غطت سماء دمشق وحلب وكافة المحافظات السورية وكأن شيئا لم يكن. اندهش الناس والمشاهدون بهذا السيرك الاحتفالي العظيم، وترقى الجنرال الكبير إلى رتبة بابا، أو على الأقل مونسنيور. والغريب في الأمر أن عشرات الآلاف استقبلوه في سوريا، بينما عند عودته إلى لبنان كان هو وجبران وأفراد عائلته وما كان في ولا دومري في استقبالهم. وعند سؤال الجنرال عن سبب عدم مشاركة الجماهير اللبنانية في استقباله، قال الجنرال: أردت عودتي أن تكون هادئة تماما، كما لو طلبتها شعبية حاشدة لكانت أيضا هادئة. وبالرغم من ذلك، توجه بعض الناس إلى الرابية للقاء الجنرال بعد عودته. التفاصيل مع زميلتنا سوسو دخيلو. إليك سوسو. شنقلالة 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 شنقلالة، الفرحة 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 الليلة، فرحة الفرحة الفرحة الليلة، شنقلالة 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 شنقلالة، فرحة الفرحة الفرحة الليلة، فرحة الفرحة الفرحة الليلة، خلص الاثنين، خلصنا جنرال جنرال، خلص. قطف مساء الخير لك. نحن طبعا موجودين من الرابية، بدنا نقول له الف الف حمد لله على السلامة للجنرال. موسى جنرال، الحمد لله على سلامتك. ميرسي، وبقول لك الله يسلمك. ميرسي، اشتقنا لك جنرال. بونسوار، مرحبا. اهلا، مين حضرتك؟ انا مستشار الجنرال. مستشار جنرال، حل... اهلا وسهلا فيك. ما كنت عارفه انه عنده مستشارين حلوين. شكرا. عاطف، نحن موجودين بالرابيه لانه الجنرال عم بيستقبل وفود، وطبعا هلا رح نعرف من حضرتك. اذا بتحب تفضلي، خليك واقفه حدنا هون لانه الجنرال بده يبلش يستقبل الوفود. طبعا بلا يهنوا برجعته بالسلامه. اوكي، خلص روج روج انتو يا. طيب جنرال، طولت. عفوا جنرال، رح نستقبل اول شيء المسؤول عن وفد التيار بمنطقه الجوني. اهلا وسهلا. مرحبا، مبروك مبروك. اهلا اهلا، على السلامه. الله يسلمك، كلنا معكم من ايدك ويعطيك الف. الله يسلمك، ميرسي ميرسي داكور ميرسي. هلا رح نستقبل مسؤول عن وفد التيار بمنطقه الاشرفيه. اهلا اهلا وسهلا، مبروك جنرال. اهلا اهلا، مبروك اهلا اهلا، ميرسي كثير لك. اهلين، سلمي على الكل. وصل. يا هلا يا هلا جنرال. هلا رح نستقبل مسؤول عن في وين حضرتك، مسؤولي عن وفد التيار بمنطقه الزلقه. الزلقه جنرال، الحمد لله على السلامه جنرال. عن جد كلنا بنحبك جنرال، كلنا معك جنرال، نحن كثير بنحبك. وخلص كلنا وكل الاصوات لك جنرال. طيب خلص جنرال، عن جد وخلص. اوكي طيب، هلا اتني هلا كمان رح نستقبل مسؤول عن وفد التيار بمنطقه النبعه. الحمد لله على السلامة جنرال. أهلين أهلين، أهلا أهلا، طول عمرك. الله يخليك، أهلا أهلا، ميرسي ميرسي لكم كلكم. هلا رح نستقبل كمان مسؤول عن وفد التيار بمنطقة الحزمية. الحمد لله على السلامة. أهلا، اشتقت لك. أهلا أهلا، الله يخليك. أهلا أهلا، خلينا إياك. ميرسي لك. أهلا أهلا، سلم. هلا كمان رح نستقبل مسؤول عن وفد التيار بمنطقة كسروين المتن. تفضل تفضل. الحمد لله على السلامة. أهلا أهلا أهلا، الله يخليك. أهلا أهلا، ميرسي لكم. هلا رح نستقبل. جنرال، نعم. عم بيقولوا لي انه هلا بدنا في شخص جاي كمان بده يسلم عليك، هو المسؤول عن وفد
أن أهالي المفقودين، مسؤول وفد أهالي المفقودين. علقني مين؟ مسؤول وفد أهالي المفقودين. تفضل. قلو مني هون. نعم؟ وقلو مني هون علقني. من هون؟ من هون؟ إذن عاطف، طبعاً مثل ما شفتوا إنه نحن عم نستقبل كنا الوفود مع جنرال منال رابية، ولكن منه هون، ما بعرف كيف صار منه هون. كانت معكم الناس سوسو داخله بانوراما رابية. إلك عاطف جنرال. باي هلأتني، باي أوكي هلأ دكور. طيب نو 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 باردون، هلأتني شو بصير لك دخلك أنت؟ شكراً سوسو، فعلا العتب على قد المحبة. استمرت الحركة في الرابية واستمرت الوفود المحبة للجنرال بالتقاطر، لأنه في بعض الناس شو ما عمل الجنرال بيضلون يحبوه حتى ولو كان بس نكاية بغير ناس. نعود إلى سوسو دخيله. نعم قاتف، نحن بعدنا موجودين بالرابية وكل الوفود عم بتقرب وتسلم على الجنرال بمناسبة وصوله بالسلامة، ولكن عم بيقولوا له شيء للجنرال. قاتف مش عم نقدر نسمع شو عم بيقولوا له لأني بعيد شوي عنهم، رح جرب قد ما فيي أقدر أقرب لحتى أسمع شو هي الجملة ممكن اللي بيكون عم بعتقد عم بيقولوها. قربوا معي حتى من دون ما ينتبهوا علي. ولو يا جنرال، هيدي عاملة بتعملها على كل حال بسيطة، ما بقى تعيدها. ولو يا جنرال، هيدي عاملة بتعملها على كل حال بسيطة بس ما بقى تعيدها. قاطف مثل ما شفتوا، سمعنا شو عم بيقولوا له للجنرال، بس ما فهمت شيء. بس اللي فهمته انه الهيئة عم بتقل شعبيته للجنرال من ورا، ما بعرف يمكن سافرته. كانت معكم ناسوس دخيله بانوراما الرابية. إلك عاطف. طيب شكرا سوسو. نتوقف للحظات مع الإعلان ومن بعدها نتابع بانوراما. ابقوا معنا. مش غلط، مش غلط. عدنا والعود أحمد ونتابع بانوراما. ليس الجنرال فقط سبب العشق في لبنان، بل السيارات أيضا. فالمواطن اللبناني يعيش هذه الأيام عشقة السير خانقة، لدرجة أنه صارت عم تلعي نفسه حتى لو عنده مشوار صغير بالسيارة. نزلت زميلتنا سوسو دخيله إلى الشارع وعادت بهذا التقرير. إيه سوسو كمان مرة. نعم قاطف، نحن مزبوط واقفين بعجل السير، بس ما بعرف عم بيصير شي جنون، مش عم بقدر أعرف شو عم بيصير بالعالم. خلينا نشوف بالسماية شو عم بيصير. مرحبا، هاي. هاي. سوري بس ملاحظة انكم واقفين بعجل سير، شو المشكلة؟ في عجل سير كتير. ايه؟ ما كنا نزيع على الجميزة نلاقي اصحابنا عشية. فما في عجقة. عملنا البارتي هون بالعجل. اوكي. ايه؟ سوري بس لحظة. اصلا مطولة العجقة ما راح تخلص هيدا. والله؟ بدنا شي 5-6 ساعات لنوصل على الجام. اوكي. جميزة يعني. ايه؟ يعني مبسوطين بس على عجل سير. تعودنا يعني. عشان الجميزة مش مرة نزلي على الجميزة. ولو أكيد أنا اللي نزلي على الجميزة. فقررنا أنه خاصة هلأ أعياد في كتير عجل، قررنا رح نحتفل بالشارع بالعشاء. أوكي كول. على كل على كل بدلك شغلة. أصلا في أصلا عيد العجاء لأنه في في مظاهرة قدام. هاي جايز. في مظاهرة. لا عم نيب، نحن عم نيب العجاء لأنه عم نيب مظاهرة قدام على العجاء. أوكي. فيمكن نحن أنا يمكن نفوز بعنا والسارة ونعمل مظاهرة على مظاهرة العجاء. أوكي. فان الجيد. أطف إذن لا شفنا أن عاملين في عجاء من وراء مظاهرة على العجاء، وبعتقد إنه هني رح يرجعوا يعملوا مظاهرة على مظاهرة العجاء. سيا إلك أطف. يلا سير سير. شكرا يا أحلى سوس. في نهاية نشرتنا نهنئ الجنرال على زيارته إلى دمشق، ونتمنى أن يكون لبنان هو الذي استفاد من هذه الزيارة وليس المرشحين على لائحة الجنرال في الانتخابات النيابية المقبلة. هذا كل شيء في بانوراما لهذا الأسبوع، نلتقي مجددا، إلى اللقاء.
بدي صعب.